متخيل معايا معلم شاب فلسطيني عايش في امريكا بيترفض من شغله عشان معهوش اوراق او جنسيه لحد دلوقتي، مع ان هو واهله بقالهم 20 سنه عايشين في امريكا. فالشاب ده بيقرر ان هو يروح يبيع لبس مقلد او مضروب من الاخر لحد بس ما يلاقي شغل، مع العلم ان اللبس ده او بيع اللبس المضروب في امريكا جريمة. بس اللي حصل له بعد كده أسوأ بكتير من الجريمة ومن كونه معوش جنسية. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد نصار، وخلينا النهاردة نراجع الموسم الاول او الجزء الاول من مسلسل مو اللي نزل على نتفليكس الاسبوع ده. مسلسل مو من كتابة محمد عمار بطل المسلسل وستاند اب كوميديان، ورامي يوسف بطل مسلسل رامي. فيعني من الواضح كده ان في تشابه كبير مع مسلسل رامي، بالذات كمان في اصل القصة عن كونها شاب عربي عايش في امريكا. بس مش قوي، لان مسلسل مو او شخصية مو تختلف تماما عن شخصية رامي. شخصية مو نقدر نقول عليها ان هي معقدة اكتر بكتير، وان كان ما عندوش ازمة الهوية اللي كانت عند رامي. يعني مو مشكلته مش انا فلسطيني ولا انا امريكي ولا انا جنسيتي ايه بالظبط. مو مشكلته الاساسية نقدر نقول ان هي مشاكل مادية واحساسه بالذنب اتجاه كل حاجة بتحصل حواليه. وعلى قد ما الحاجات دي كانت معقدة جدا، على قد ما محمد عمار تقريبا ما قدرش يعملها بالشكل المناسب. بص، محمد عمار في اي حاجة كوميدي كان بيقدمها في شخصية مو كان كويس جدا، وفي مشاهد كانت بتقوم بس على الارتجال بتاعه، او هو مش ارتجال، الكلام اللي مو بيقعد يقوله أو اللي محمد عمار بيقعد يقوله. هو بيعرف ان هو يطلع الكلام شبه الستاند اب كوميدي، بس كان بيديله صبغه اداء تمثيلي حلوه، فالكلام كان بيطلع لذيذ وانت تحس ان انت المشهد لذيذ على قلبك، وان كان في مشكله في الكتابه هنوصل لها قدام. بس لما بنوصل لتعقيدات شخصيه مو، لا، محمد عمار ما كانش بيكمل مع الشخصيه. يعني هو كان بيسيبني ويمشي. هي الشخصيه عندها تعقيدات الدنيا والاخره، ومحمد عمار تقريبا رياكشناته هي او رياكشناته مش موصله اللي بيحصل ده. هو ما كانش قادر يفولو اب مع الكلام ده، وبصراحه دي حاجه كانت فصيله شويه، مع العلم ان انت برده قادر ترتبط بشخصيه مو بس مش من محمد عمار، من اللي بيحصل في المسلسل او من كتابه المسلسل. اللي على قد ما هتربطك بمو على قد ما ممكن تفصلك من المسلسل نفسه. بص، كتابه رامي يوسف ومحمد عمار للمسلسل حقيقي ذكيه جدا من الجوانب بتاعت ان هم فاهمين الكالتشر العربي او فاهمين الثقافه العربيه، وعارفين الكلام بتاعنا وعارفين المواقف بتاعتنا وعارفين حاجات زي الفصال، دايما بيخليك قادر ان انت ترتبط مع المسلسل وتحس ان الكلام اللي بيحصل ده انت قادر تندمج معاه. بس على الناحيه الثانيه لما نيجي لكتابه المشاهد كمشاهد، الموضوع كان بيخايش منهم قوي، لان من الاخر كده المشاهد كلها مكتوبه على انها ستاند اب كوميدي. يعني محمد عمار في كل مشهد بيبتدي بشكل طبيعي، بعدين في النص بيكرر مع الشخصيه اللي قدامه ايا كانت، ان شاء الله جاي تقتله، حرفيا ان شاء الله جاي تقتله، ان هو ياخد ويدي معاه ستاند اب كوميدي كده مدته دقيقه ولا حاجه او دقيقتين، بعدين المشهد ينتهي بشكل طبيعي. فتحس كده ان انت بقيت في مكان سريالي، اللي بيحصل فيه غير منطقي بالمره. ده غير طبعا ان الحوارات دي كانت بتؤدي لنتائج سرياليه برده، فانت المسلسل تحس ان هو مفصول عن الواقع، او في حته في الواقع وحته مفصول عن الواقع، فهما مسلسلين في بعض. في مشهد بينتمي لمسلسل حقيقي احداثه حقيقيه عن شخصيه عربيه عايشه بره، وفي مشهد جاي من ستاند اب كوميدي عباره عن محمد عمار واقف عمال بيقول جمل او بيرمي نكت، بس مش نكت موقف على قد ما هي نكت كلام، وان كانت نكت الموقف كانت موجوده في المسلسل. ودي بقى انا مشكله تحمل بالكامل على الكتابه. ده غير طبعا الشخصيات، لان برضو شخصياتنا على قد ما شخصيه مو نقدر نقول ان ليها ابعاد كتير جدا وشخصيه معقده بكل الدرجات، بس باقي شخصيات ما نقدرش نقول عليها نفس الكلام. اغلب شخصيات المسلسل يا اما شخصيات فاضيه يا اما شخصيات معقده بس احنا مشينا. يعني عارف اللي هو هي الشخصيه معقده والله وجميله، بس احنا مش هنخش نتفرج عليها. وتحديدا سمير اخو محمد او اخو مو. شخصيه سمير في اول حلقه ممكن تكون اكتر شخصيه مستفزه هتشوفها في حياتك، بس على الحلقه الثالثه بناخد راوند قصير مع سمير، بعدين بنجري ونسيبه. يعني شخصيه حقيقي حلوه، يعني لو تعمقنا معاها شويه او شفنا شويه جوانب منه بجد شخصيه مثيره للاهتمام، ممكن تكون عايز تبقى عارف ماضيه اكتر مليون مره من ماضي مو. بس المسلسل بس بيقول لك ان سمير ده موجود وبيفرجك عليه ربع ساعه وبيمشي. ودي حاجه برده كانت فصيله، لان كل الشخصيات اللي كانت كويسه المسلسل ما استثمرش معاها وقت خالص، هو بس مركز على مو. وفي نفس الوقت محمد عمار مش قادر يشيل الحمل بتاع مو، فانت بتوصل في الاخر ان انت مرتبط مع الشخصيه بس مش للكلام ده كله اللي انا هقوله لك دلوقتي. بص، اكتر حاجه ربطتني مع مو هي الكوميديا اللي كانت بتتقدم. الكوميديا اللي في المسلسل المفروض ان هي تصنيفها دارك، بس هي بامانه يعني انا شايف ان هي هم يبكي وهم يضحك، وده حرفيا المعنى بتاعها، لان المشاهد الكوميديه كلها كانت بتوصلني في الاخر للاحساس بتاع انا عايز اعيط مش عايز اضحك، وده احساس وصلت له كتير قوي وانا بتفرج. اللي هو التسلسل بيبتدي بشكل طبيعي، بعدين بناخد الحته الستاند اب كوميدي بتاعت مو، بعدين النهايه بتاعت المشهد حقيقي محزنه. هي فيها نكته، بس هي نكته تقهرك على اللي بيحصل، وانا مش عارف بامانه هل الكلام ده مشكله في الكتابه ولا عشان هي شخصيه فلسطينيه عربيه فانت قادر ترتبط معاها. لان خلينا برضو متفقين ان المسلسل ده بيسلط ضوء على نوع مختلف من الفلسطينيين ما حدش بيسلط عليه الضوء. قال يعني النوع التاني حد بيسلط عليه الضوء، بس ما علينا. المسلسل ده بيسلط الضوء على الفلسطينيين اللاجئين اللي ممكن يكونوا عايشين في دول زي امريكا واوروبا، بس في نفس الوقت بيعانوا. معاناتهم ما فيهاش قنابل كل يوم، بس فيها انواع تانيه من المعاناه، فيها كلام بيسمعوه كل يوم ممكن يكون بيسم، مش عايز اقول زي القنابل بالظبط، بس كلام بيسم حرفيا. فازاي الناس دي بتتعامل مع الكلام ده؟ ودي حاجه المسلسل يتعامل معاها بشكل كويس جدا، وكونه كان بيرميها دايما في الكوميدي تحسسك ان مفيش صعبانيات. يعني هو المسلسل مش بيقول لك تعال عيط، انت لو دمعت
بتاعته وانت بتتفرج، فانت هتبقى بتدمع في مشهد المفروض ان هو اكتر مشهد بيضحك في المسلسل كله، عشان النكته اللي اتقالت على قد ما هي بتضحك على قد ما هي فعلا بتزعلك على مو، تربطك بالشخصيات. من الاخر، الجزء الاول من مسلسل مو بالنسبه لي لو قارنه مسلسل رامي فهو اقل منه شويه حلوين، وان كان على الجانب العاطفي اقوى بكتير من مسلسل رامي. ده مش عشان انت هترتبط مع الشخصيه زي شخصيه رامي، بس عشان شخصيه مو انت هتحس اتجاهها ان انت عايز تساعده، وده اكتر احساس هيوصل لك مع المسلسل بالذات، مع القرارات الغريبه اللي مو بياخدها، المواقف الغريبه اللي بيتحط فيها، الطريقه السرياليه اللي الكلام ده كله بيمشي فيها. الريتنج بتاعي للجزء الاول من مسلسل مو هو 7/10، وانا مستني جدا سيزون 2، وهم قافلين سيزون 1 بنهايه بتحلف بسيزون 2، يعني هو مش بيقول لك ان شاء الله ممكن، يعني النهايه قافله في نص يعتبر حدث، فلازم يكون في سيزون 2، واتمنى ان هو ما يتاخرش، واتمنى ان رامي يوسف ومحمد عمار يكملوا كتابه المسلسل، بس ينضم اليهم حد ثالث فاهم على الاقل شويه دراما، فيقدر يساعدهم ان شكل المشهد ما يبقاش ستاند اب كوميدي، يبقى مشهد وفي نفس الوقت نستثمر الكوميديا او خفه الدم بتاعت محمد عمار. اعتقد ان المسلسل ممكن يروح في حته ثانيه. بس كده يا معلم، ما تنساش تقول لي رايك في المسلسل في الكومنتس، وما تنساش تقول لي مسلسل رامي ولا مسلسل مو احسن. ما تنساش طبعا لايك وسبسكرايب والجرس والحاجات الجميله دي كلها. وبس كده، سلام.